السلام ورحمة الله. كيفك خالي؟ أهلين يا خالي. انتو من وين؟ كيف نزحتوا؟ احنا من قرية التحولة يا خالتو. نعم. نزحنا يعني هذا الحال. من كثر الضرب والطيران وخوفنا على أطفالنا نزحنا. كم رحلة نزوح صار نزحتوا؟ صار نزحنا شي 3 رحلات نزوح. نعم. أول ما كثف الضرب كثير كثير نزحنا، لجأنا لقرية حدنا بقولة الدير الشرقي. أول هاي أول نزحة نزحها. نعم. صار تكسيف كتير وراحت عالم شهداء، خفنا على أطفالنا الصغار، طلعنا من خوفنا لجأنا لهي القرية، فرجعوا كمان ارتكبوا مجزرة بهذه القرية ونزحوا أهلها وإحنا معاهم. نزحنا كلياتنا، إحنا عائلة 10 أنفس بهذا المتور دولابين ومقطورة صغيرة، هاي هي كلياتنا هذه العائلة. لجأنا لضيعة، قالوا في ريف حلب أمان، ريف حلب الغربي أمان، لجأنا إلو اسمها جيلي. لجأنا إلى هذه القرية، صرنا نقطن فيها شي شهرين ونص ثلاثة تقريبا، ما بعرف والله ماني ذاكرة. من يومين قاعدين ما شفنا إلا الطيارة ضربت، فقمنا مخافنا على أطفالنا، بدنا نعرف وين الضربة، ما بقى نعرف نركض هيك. لجأنا لحرف جيلي ورجعنا، لوين الأطفال أشلاء يا عيني عم يشيلوا هون. هذول اطفالنا لما شافوا هيك جيراننا يعني الضرب حدنا جيراننا، لما شافوا الاطفال هيك صاروا يبكوا، طلعنا من خوفنا والدنيا مطر، طلعنا بالبرد نركض ركيد، حتى الموتور ما وعينا ان نجيب مشان يعني ننقذ اطفالنا ونطلع من الضرب، طلعنا نركض ركض تحت المطر يا خالتو. وجينا لهون بسياره، تركنا كل اغراضنا هيك بالخيمه، لتاني يوم قلنا ان شاء الله امان نرجع نجيبه، رجعنا كمان وهذا الوضع. شو رسالتي خالي؟ رسالتي يا خالتي ايش بدي اقول لك؟ يعني قد ما حكيت ما راح يجي ونتيجي، يعني كلها عم تتفرج علينا، قلت لك كانه مسلسل بيطفى الفقسي هيك بيطفى التلفزيون، ما في يعني انه قد ما حكينا ما راح حدا يتاثر بحكينا، لان ما حدا بيتاثر غير انه نازح مثلنا ولا شايف الوضع. رسالتي هي ان شاء الله صامدين، واحنا الشعب السوري صامد باذن الله تعالى، وقد ما قتلوا فينا الا ما يضل باطفالنا طفل واحد يقول راح نرجع باذن الله، راح نرجع وصمودنا عالي وباذن الله راح نرجع لبلادنا. اذا كما شاهدنا وكما نلاحظ، هذا هو حال هؤلاء السكان الذين اضطروا للنزوح والتهجير من قراهم، ومن ثم عدة رحلات نزوح مروا بها حتى وصلوا إلى هذه المنطقة الجبلية في باتنتا شمال مدينة إدلب. معاذ عباس، شبكة بلد.